صباح الخير وصباح الأنوار وصباح كل شيء جميل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من مشوارنا الصباحي. صح صح عدنا والعود أحمد. في عبارة بنسمعها كتير، هاي العبارة بتقول أنت لما بدك تنصح فلان بتقول له أوعك تغلط غلطتي. عبارة رنانة، وبس نسمعها بننقذ إنه يا ترى شو كانت غلطته. ما بتخيل في أي شخص عم بسمعنا أو عم بشوفنا ما استخدم هذه العبارة في موقف ما. أوعك تغلط غلطتي، دير بالك تغلط غلطتي. هذه الغلطة بغض النظر قد تكون بسيطة وتافهة في نظر البعض، ولكن نتائجها ممكن تكون وخيمة. مرات إحنا بنمارس سلوكيات غير معروفة النتائج، وبنكتشف بأنه ما كان لازم عملت هيك. أنا طبعاً شخصياً ضد نظرية الندم. أنا بحياتي اليوم ما بندم على ولا إشي صار، لأنه لو ما صار أنا ما تعلمت منه درس، وأنا أبداً ما عم بنظر وما عم بحاول إني يعني أرفع من معنويات نفسي. ولكن حتى يبقى لديك دائماً مخزون من الاندفاعية نحو المستقبل ونحو الأمام، ما بزبط ضلك تندم تقول يا ريتني بس أنا لو ما عملت هالشغلة الفلانية كان أنا هلأ في مكان مختلف تماماً. هذا الحكي مش مزبوط. كل إشي عملته وصلك للي أنت عليه اليوم، للنسخة الأخيرة اللي أنت اليوم موجود فيها. فاليوم حبي أني أعمل هيك استفتاء على الهواء مباشرة، خلينا نستفيد من أغلاطكم. أي شخص بده يحكيني يقول لي ندوش أوعك تغلطي غلطتي، بدي أعرف شو هي غلطته. رقمنا هلأ رح نحطه أسفل الشاشة حتى نتناقش بعيداً عن إصدار الأحكام. هذا الموضوع صراحة أنا شفته مطروح على صفحة من صفحات فيسبوك، وأول تعليق كان تحته كتير لفت انتباهي. في شخص بيقول غلطتي كانت أني ما كنت رضي والدين بما يكفي، وصدقوني هاي مش غلطة، هاي كارثة. لأنه إذا إحنا عايشين بهالدنيا بأمان وبسلام، عايشين برضا والدينا. أنا مؤمنة جداً بأنه أي شخص ناجح والطريق أمامه خضراء هو شخص رضي والدين، فهذه غلطة لا تغتفر. التقصير في حق الوالدين وعقوقهم غلطة لا تغتفر. هداك اليوم سمعت قصة، يعني بقول لك في أم ابنها كان حاطها في دار للعجزة، دار المسنين، وكان يزورها 3 مرات بالسنة. ليوم حكوا معه الدار وقالوا له بأنه أمك تحتضر وهي تريد أن ترك. راح يشوفها، قالها يما يا حبيبتي يعني مالك أنت، ليش هيك صار فيكي، ليش كذا، كيف وصل فيك المرض إلى هذه المراحل وأنا ما بعرف. بعدين قالها بشو بتوصيني يما؟ قالت له بدي أوصيك شغلتين، وصيتين. أول وصية خليهم يحطوا مراوح يما بالدار لأنه كنا نموت من الشوب. قالها والوصية الثانية، قالت له خليهم يحسنوا نوعية الأكل، والله في ليالي كنت أنام فيها ميتة من الجوع لأنه الأكل هون ما بتاكل. قالها أنت هذا الحكي ليش عم تحكي لي إياه هلأ؟ ليه ما حكيتي لي إياه زمان؟ قالت له لأني أنا مش خايفة على حالي، أنا تحملت الجوع وتحملت الشوب، أنا خايفة عليك أنت، لما ابنك يجيبك هون ما رح تقدر تتحمل اللي أنا تحملته. يلا بناخد اتصال على الهواء مباشرة. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا ندوس؟ أنا منيحة حبيبة قلبي. كثير أنا بحبك وكثير معجبة بشخصيتك، بحكك هيك بحسك هيك براقة يا عمري. براقة والله. شو حلو هالوصف. أنا بتابعك من زمان زمان زمان، أنت وسترة هالصوارحة حبيبتي. يا ستماني الله يخليك. بالنسبة للثقة، قولي لي أنا، قولي لي نادية ما تغلطي غلطتي، شو غلطتك يا أماني؟ أنا بالنسبة إلي يعني بجوز بدي أحكي لك لا تغلطي غلطتي. وبدي يعني كيف بدي أقول لك، بدي أحكي لك شغلة عن بر الوالدين. يلا طبعا. لا تغلطي غلطتي بأنك تعطي كل أسرارك لوحدة كنت تعتبريها توأمك. نعم. تخيلي. نعم نعم. أنا كنت أحكي مع صديقة إلي الله يسامحها،
ويسعدها ويبعدها. يا الله. تمام. كنت أعطيها كل شيء. نعم. للألف للياء. تخيلي. صوتك فيه، صوتك فيه. تأخذ بس ما تعطي. أنا عندي بأي شيء بحياتي ما بعرف، هيك أنا متربية شغلة الصدق. نعم. لما أكتشف كذبة منها صرت أدقق عليها. ماشي. لما تصير بدها تعرف شغلة مني، ألو كيفك يا أماني، وتصير تلف 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 لتعرف السلافة أهلك، عشان تعرف شو بدها هي. نعم. فما حدا يحكي خصوصياته وكل إشي بحياته زي ما بحب الواحد يأخذ كمان يعطي. صح. الله عليك. وزي ما بحب الواحد يعطي كمان يأخذ. صح. أنا كنت أعطي وكنت أنصح، بس هذا الإشي قابلته بإني أنا صرت بنظرها إنسانة عادية. طب أنا منطيكي إشي كثير بحياتي وبقلبي، اللي ما بتندموا عليه، هاي نصيحة ثانية، اللي ما تندموا عليه، هاي أول إشي حكيتها، إنه نصيحتي إنه لا تثقي بأي حدا 100%. نعم. لا تعتبري إنسان، أي إنسان قدامك 100%، صدقيني يا ندوش. صح صح. أما لا تندموا على بر الوالدين، أنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بفضل من رب العالمين. نعم. وأنا معروفة يعني بكل حدا بيعرفني. نعم. إن الحمد لله فضل من ربنا، هاي أبوي بسمعني وأمي الله يشافيها ويعافيها. الله. أنا أمي مريضة 9 سنين. نعم. وأنا يجيني ناس يا أماني، والبنات يحكوا لي يا أماني اتزوج اتزوج، قلت لا، فضل من رب العالمين. أنا عمري 42 سنة، أنت 83، أنا 82 يا مدو. يا عمري. نعم الحمد لله. أنت أماني ما تجوزتي نهائيا، بس إني بدي أشيل أمي المريضة، صار لها 9 سنين أمي فاقدة، بتفقد وعيها، ماشي، لا بحاجة بكل شيء. يا حبيبتي أماني. الحمد لله. الحمد لله. يا عمري. الحمد لله رب العالمين، فضل من رب العالمين. أبويا، أنا أبويا ضعيف نظره، أنا عيونه. يا الله. الحمد لله. يا الله. أمي بتعرف تمشي، بتعرف تقوم بأي خدمة لنفسها، كشخصية، كأي شيء كأي شيء. أنا جسمها وأنا روحها وأنا نظرها. مرة يا ندوش إجاني واحد الحمد لله يعني لا يرفض. تمام. إجيت أنا من زن البنات، الحمد لله ما رديت أحدا ومش رح أرد أحدا. تمام. no. بقولها يما إجاني كذا كذا كذا، ولا بتقول لي يما أرافقي يما الله يسهل عليكي. ولا بقولها يما وإنتي. ولا بتقول لي يما أنا إلي الله، قلت لها والله 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 ما بتركك. يا الله. والحمد لله رب العالمين يا دوس. الحمد لله بفضل من رب العالمين، أنا بعتبره ربنا هيك أكرمني ببر الوالدين. قديت دعوتها لما بتقول الله يرضى عليكي، الله يستر عليكي، إن شاء الله يا رب. هيل مهن الكبار شو بيقولين يا ندوش؟ شو بيقولين؟ هيل بلت هيل يا أماني. هيل بلت هيل يا أماني. والحمد لله رب العالمين. أماني وبكيفه على خلفة الأولاد، بقول لك بحمل اسمي، البنت بتحملك أنت فوق راسها. نعم. هاي هي يا أماني. يا عمري أنت يا أماني. أماني أنا شوفي أحكي لك شغلة، إذا أنت وصفتيني بإني أنا براقة في أول حديثك، بدي أقول لك إنه أنت معطاءة، بدي أقول لك إنه أنت رضية، بدي أقول لك إنه ربنا يعني رح يفتح لك كل الأبواب وييسر لك كل الطرق، ودعوة والديك لإلك نيالك عليها يا أماني. شكرا شكرا بحجم عطائك، شكرا لاتصالك. خلود وأنت وين يا خلود؟ كيفك يا خلود؟ أنا كتير 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 مبسوطة أني بحكي معك. والله وأنا كتير 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 مبسوطة أني عم بسمع صوتك. أنا كتير بتفائل ببرنامجك، بحب أحضره. يا عمري. أنا حابة اليوم أحكي على اللي صار معي كمان. أنا تفضلي، شو غلطتك يا خلود؟ غلطتي أني كنت أعطي بلا حدود. تعطي بلا حدود. كل الناس تركتني لما صرت، يعني كنت أنا مثلاً عايشة بطبقة راخية كتير، وتوفى زوجي. نعم. كنت أعطي أعطي أعطي، ما كنت أشوف الناس إنها يعني بوجه اللي هلأ شفته فيهم. خلينا بس إحنا حبة حبة خلود، الله يرحمه زوجك، توفى من قديش؟ كورونا. كورونا.
نعم، وكنت أنت بمستوى مادي معين؟ كنت بطبقة يعني عالية عالية كثير. عالية جدا. توفى زوجك، شو صار معنا؟ صار كل الناس تغيرت معي. نعم، يعني حتى صاحبة إلي تركتني. يعني كنت أنا وياها كثير صحبة، كل يوم تحكي معي وتقول لي بناتي بيستنوك على الفطور، بناتي بيحبوك كذا هيك. بعدين كل هذا تغير، صارت واحدة ثانية. يعني بتتخيلي إنه الناس من تجربتك، الناس بيلحقوا المظاهر المادية الخداعة؟ هذا اللي أنا صار معي. أنا خسرت كل أصدقائي بعد ما مات زوجي. وال؟ طب هلأ كيف تصرفي خلود؟ هلأ شو وضعك المادي؟ شو كيف بتعيش؟ كيف تعتشين يعني؟ يعني الحمد لله إنه أنا عندي تشتغلي؟ فلوس، بس إنه مش يعني كنت بفيلا وهيك، وضعي كان عالي كتير، بس هلأ عادي، صار إنسانة عادية يعني. فالناس ما بيحبوا العادي. الناس بيحبوا كل شيء مبهر، والمبهر عندنا مرتبط بالمال. أكيد وهاي الشغلات يعني أنا بقصد يعني أنا حتى خداماتي كنت بعاملهم كتير زي الناس العادية، مش كأنهم خدامات. سرقوني وهربوا. يعني شو بدي أحكي لك، إنه طيبة القلب اللي كتيرة مو منيحة وبتخرب. نعم. والثقة بالناس كمان، يعني الواحد يثق بالناس كتير غلط. نعم. ولازم الواحد يكون، يعني أنا بحكي للناس كلها إنه ما يعطي بلا حدود. نعم، الواحد يكون عطاؤه محدود، لأنه أو سقف توقعاته كمان من الناس ما يكون كتير عالي. شكرا لك يا خلود. يعني إن شاء الله بنتمنى يا رب إنه الله دائما معاكي، وكل شيء يتعوض، كل شيء الله سبحانه وتعالى بيعوضه. بالعكس أنا بقول بإنه الشدائد بتعلمنا مين الحقيقي من المزيف. فأنت يمكن هذا يعني إذا أنت بتحس إنه هو ابتلاء اللي أنت عم بتمر فيه، هو رح يخليك تفرقي ما بين الأشخاص الحقيقيين اللي معدنهم أصيل، وما بين الأشخاص اللي معدنهم يصدق في ظروف معينة. شكرا لك خلود. أنا بس ضد استخدام خدامات، أنا دائما بقول عاملات هي عاملة، فأنا ما بعرفش هذا المصطلح بينكرزني. يلا اتصال آخر. ألو، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. صباحك ورد. صباحك فل. كيف حالك؟ أنا منيحة وما بدي أغلط غلطتك. شو غلطتك؟ لا تسأليني نادية شو غلطتك. بلاوي. رح تضحكي. سماح يا سماح، هاتي تحفينا نجو. غلطتي اسمعي، ده زمان كتير كتير عليها. ها قولي سولفي. أنا اسمعي، الصيف الماضي شفت سيدنا أبو حسين الله يطول عمره. الله يطول بعمره يا رب. أنا كنت بحاجة شغل وبدور على شغل، وعم بنط من ديوان الخدمة للوزارة لكل مكان. طيب. فتخيلي لما شفت سيدنا قال لي إيه شو بدك؟ قولي شو بدك. فتخيلي اني اتخرست وسكتت ونسيت شو بدي. لا شوفي سماح، هاي مو غلطة. أنا حاسة انه هاي غلطة عمري. لا 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 لا، العكس تماما، هاي مو غلطة. بتعرفي ليش؟ امام هيبة سيدنا الكلام يختفي، لانه هو رجل لما نشوفه ما بنكون بدنا نطلب منه، بنكون بس بدنا نشكره على كل جهوده، بدنا نشكره والله على كل ما يقدمه سيدنا. فهي مش غلطه، هاي هيبه. انا ندمانه ندمانه اني ما استغليت الفرصه. سماح. يعني صراحه انا شفته من دون حواجز ومن دون. نعم. يعني حكيت باريحيه. نعم، بس تخيلي نسيت شو بدي، يعني لما حكى معي نسيت شو بدي. نعم. سماح شوفي انت، شوفي يعني بيقولوا ربنا مرات هيك بييسر اشخاص يكونوا هم يعني ادوات حتى يساعدوا. احنا كلنا بالنسبه لنا فرص، قد تكون الفرصه على هيئه بشر. فانت بما انك وصلتي لنا على الهواء مباشره، احنا كمان ما تستقلي فينا، في عنا اشخاص قادرين على التواصل مع اصحاب الشان انهم يقدروا انهم يساعدوكي، وسيدنا ما بيقصر. فاحنا رح نحاول ايضا انه نوصلك بطريقتنا، بدنا تتركي رقمك تحت الهواء حتى نقدر نتواصل مع الاشخاص اللي ممكن يساعدوكي، طبعا بناء على اكيد معطياتك المهنيه. فبدنا نشكرك يا سماح، ولكن صدقيني هي مش غلطه. يعني انا بتخيل اذا شفت سيدنا بس رح احكي له شكرا سيدي، والله شكرا سيدي، وهي شكرا تلخص كل ما يقوم به الهاشميين على مر التاريخ، وخاصة هلأ في الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها. شكرا سيدي، لأنه أنت صورة مشرقة عن هذا الوطن. مكملين معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أكيد في حلقتنا لليوم، عم نحكي عن أغلاط يمكن نكون ارتكبناها
في حياتنا وإذا في شخص حوالينا بهمنا أمره بنقول له لا تغلط غلطتي يا فلان، مع أنه على فكرة في نظرية تانية تؤكد بأنه خلي كل واحد يتعلم من كيسه. يعني إحنا مرات خاصة لأبنائنا بنحاول أن نختصر عليهم الطريق، بس قد ما حكيت وقد ما سمع نصائح لفظية منك إذا ما عاشها. هلأ في شغلات ميجر، يعني في أغلاط كبيرة، هاي هي ثوابت أو حدود يجب أن نرسمها لأبنائنا حتى ما يتخطوها. بعيداً عن هذا خليهم هم يتعلموا من كيسهم، خليه هو يوقع ويرجع يوقف، يرجع يوقع يرجع يوقف، لأنه هذه الحياة مستحيل أن تمشي في خط مستقيم واحد، دائماً فيها نزلات وفيها طلعات، فأخطاؤه مختلفة عن أخطائك وتجاربه مختلفة عن تجاربك، فما تحاول أن تخلق منه نسخة مصغرة عنك. أنا بعرف أنه أنت بدك تحميه، وأنا أرتكب هذه الغلطة نفسها، دائماً بمسك ابني لا تعمل كذا ولا تعمل كذا ولا تعمل كذا، طب هو ما جرب، تجربته مختلفة عن تجربتي. في على سيرة الأبناء، يعني قرأت شغلة بقول لك في أب ابنه توفي غاب عن المدرسة يومين ثلاثة، المدرسة مش عارفين إنه الولد توفي، فبعتوا برسالة إلى أهله إنه ابنكم وين؟ ما عم بداوم. الأب بعت رسالة إلى المدرسة. المكرمين أو المكرمون هيئة التدريس بالمدرسة الموقرون، تحية طيبة ملؤها المحبة والاحترام، أفيدكم بأن ابني وحبيبي الطالب محمد عبد الرحمن أحمد غاب عن الدنيا بأسرها والتحق بالرفيق الأعلى أرحم الراحمين، وكم كنت أتمنى لو أنه نائم على سريره كي أوقظه وأجبره للذهاب إلى المدرسة كما كنت أفعل، وأنا مثلكم ما زلت أراه حيا. سلموا لي على زملائه وأساتذته، سلموا لي على كرسيه وطاولته، سلموا لي على جدران مدرسته وعلى زوايا مكانه، واقبلوا عذره وتقصيره، ولا تنسوه من خالص دعائكم. ناخذ اتصال على الهواء مباشرة. صباح الخير. صباح الخير. أهلا، صباح الورد. كيفك يا وردة؟ يا حبيبة قلبي. كيفك يا غالية؟ يا غالية الغوالي، من أنت؟ كيفك يا ضو عيوني؟ يا عمري. الله يسعدك، أنا دعاء. أهلا، كيفك يا دعاء؟ كيفك؟ والله مشتاق لك، الله يسعدك. دعاء دعاء؟ دعاء جرش. دعاء جرش. دعاء الحلوة. الله يسعدك، الله يسعدك. دعاء، أنت بتعرفي إنه الاتصال اللي صار بيني وبينك تتذكريه؟ بتذكره أكيد، كان أحلى اتصال. دعاء يا جماعة، خلينا نذكر المستمعين والمشاهدين، دعاء الحلوة رنت على الهواء مباشرة، كنت أنا لحالي. ودعاء هي تعاني من مشكلة، هي فاقدة لنعمة البصر، مزبوط يا دعاء؟ مزبوط. فدعاء وقتها طلبت طلب هيك بسيط جدا، إنه هي بدها جهاز موبايل من خلاله ممكن تقدر إنها تتواصل مع العالم الخارجي، مع العالم المحيط. وأنا والله بكل رحابة صدر وبدون ما أفكر شو قلت لك يا دعاء، قلت لك من العين دي قبل من هاي العين قبل هاي العين، صح؟ صح، حكيت لي ابشري. ابشري والله العظيم يا دعاء، إنك أنت من أهم النقاط التحول في مسيرتي المهنية. وين ما أروح على أي بلد عربي، ما عم نحكي فقط عن المستوى المحلي، كل اللي بيشوفني بيقول لي اتصال دعاء، والناس بدعوا الله يجزيكي كل خير، فأنتي كنتي السبب إنه ناس ما بيعرفوني يدعوا لي بالخير، فوجب الشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا بدي أشكرك لأنه اتصالك عزز عند كل شخص بيعرفني وما بيعرفني صورة إيجابية عني. أنت ساهمتي في إشراقة صورتي ومسيرتي أمام كل شخص بسمعني بيشوفني وبتابعني، فشكراً لك يا أحلى دعاء. أوعك تغلط غلطتي. شو غلطتك أيها المستمع والمشاهد الكريم؟ ألو. ألو، صباح الخير. صباح الفل. كيفك سادية؟ علي لي صوتك، أنا منيحة، أنت كيفك؟ الحمد لله، من سلمك يا رب. الحمد لله، الله يخليكي. مين معنا؟
هيفاء من يلد. هيفاء؟ ايوه. اهلا وسهلا فيك يا ست هيفاء، تفضلي شو غلطتك؟ غلطتي هي اني صرفت كلمات اكثر من اللازم، كان لي جاره وانا وياها صحبي كثير وخمس سنين عشره ونروح ونيجي وتفوت عندي وناكل ونشرب. نعم. وتوفى جوزي انا الله يرحمه. وبتعرفي اللي بموت جوزها بصير البيت مباح للناس، يعني انه انا بعدي قاعده لا بروح ولا باجي. نعم. بفوت وبطلع وعرفوا خصوصيات وعرفوا شو عندي شو بفوتني شو بطلع. المهم قلبوا علي. يعني كل انا إشي كنت انا احكي لها اياه راحت طلعته من الغيره من الحسد، يعني كانوا يحزون على اني ارمله، يعني يقول لك هاي الارمله عم تاكل وتشرب. يحسدوك انك ارمله؟ كيف يعني يحسدوك انك ارمله؟ ايه كيف يعني يحسدوك انك ارمله؟ يعني ان يعني كيف بحكي لك انه ربي هيك فضلوا عايشه ميسر لي اولاد الحلال اللي يساعدوني. نعم. انا عندي خمسه يعني الله يحميلك اياهم. نعم. صغيره ثانيه اولى جامعه والصغير صف ثالث. نعم. فيعني ادوني بتعرفي يعني تامروا علي، راحت حكت كل شيء انا كنت احكي لها اياه، كان كل شيء كنت اسر لها اياه، دخلتني مخافر، دخلتني جرطه، اشتكوا علي، هددوا اولادي، شيء ما بتتخيلي. فانا غلطت عمري اني صفت بوحدي دخلت داري، عرفت خصوصياتي، عرفت اموري، وبين بين غلطه بغلطه واحده طلعت كلياتي. والله يا هيفا شوفي انا يعني احنا كلنا يجب ان نتعلم من هذا الغلط، وانا دائما بقول وجود الحواجز بين خصوصياتنا وبين الناس أساسية جدا جدا. ما عمرك تقولي فلانة زي أختي أو فلان زي أخوي. أنا بنظري حتى الشخص اللي أنت بتأمنه كتير وبتحكي له كتير ما بتعرف متى سيبوح، لأنه كل عزيز له عزيز، زي ما أنت بالنسبة لك هي عزيزة، هي أيضا لها شخص بتستأمنه وبتحكي له، تنتقل الكلمة تتشوه الحقيقة، منلاقي نفسنا واقعين فريسة لمجتمع أصلاً لا يرحم بالأساس. وفكرة إنك أرملة وفقدتي زوجك الله يعينك يا رب، لأنه مسؤولية خمس أولاد مش سهلة، زي ما حضرتك قلتي مش بيتك بس بيصير مستباح، حياتك بتفاصيلها، إنه هاي كيف بتروح كيف بتيجي كيف كذا كيف قادرة تعيش أولادها. يعني ما بعرف ليش إحنا الست حاكمين عليها ودائماً رافعين عليها السيف، سواء ترملت تطلقت حتى وإن كانت متزوجة وعايشة حياة أسرية مستقلة، إذا كانت عاملة بنقولها كيف قادرة توفق بين جوزها وبين أولادها وبين شغلها، إذا كانت يعني دائما هناك سيناريوهات محتملة للسيدات على اختلاف مواقعهم وحالتهم الاجتماعية. فأنا اللي بقول لك يا بأنه المفروض أنك أنت تتعلمي وكلنا نتعلم، بأنه فكرة أني أفضفض لشخص بعتبره قريب مني وأتجرد أمامه من كرامتي من كبريائي أحكي له تفاصيل مش المفروض أعترف فيها أمام مرآتي، دائما العواقب وخيمة، وأنا أقصد كلمة دائما. خلي خصوصيتك محترمة في نظر نفسك، لأنه ما بدي أقولكم لا أحد يستحق، ما بدي أروح إلى هذه الزاوية التشاؤمية، ولكن أنا اللي بقوله بأنه لكل عزيز عزيز. من الأجوبة اللي استوقفتني لما سألت سؤال عمرك ما تغلط غلطتي سوري، في شخص بعت وقال أنا غلطتي بالحياة كانت الانتظار الدائم، دائما مستني الشخص المناسب أكثر، الفرصة المناسبة أكثر، الوقت المناسب أكثر. يا جماعة في نظرية اسمها A watched pot never boils. A watched pot never boils. شو يعني؟ يعني الإناء المراقب لا يغلي أبداً. لاحظي على حالك، أنت بتكوني بالمطبخ بدك تعملي قهوة أو شاي، بتحطي بالإناء بتحطي مي على البكرج، بتحطي مي وبتحطيها على النار، بضلك قاعدة تستني إنه المي تغلي، بتحسي بأنه هلأ هي المي رح تغلي بدقيقتين ثلاثة، بتحسيهم سنة، بتحسي زمن، بتصير تقولي يا الله إمتى هالمي بدها تغلي، إمتى هالبكرج بده يغلي. مشكلتنا بحياتنا الانتظار. شو يعني؟ يعني أنا بستنى شغلة وبلغي كل شيء آخر في حياتي وبعد بتصفن فيها لا تصير. طب اللي نفرض ما صارت،
لنفرض احتمال من الاحتمالات ما صارت، ألغي أحلامي وطموحاتي ووقتي الذي لن يعود وعمري الذي إذا انقضى لن أراه مرة أخرى عشان أستنى إشي ممكن ما يصير. في ناس بيطلعوا بقطار هذه الحياة ما بينزلوا بولا محطة، اعتقادا منهم بأنه لا المحطة الثانية أكيد أحسن لي من هاي، أكيد أنا بستاهل إشي كتير أكتر من هاي المحطة. بيضلوا ماشيين بهالقطار، القطار رح يرجع بس أنت ما رح ترجع معه، لأن الوقت لا يعود، القطار سيعود أما الوقت فلن يعود. ففكرة الانتظار الدائم لشيء قد لا يحصل سيئة. نصيحتي حتى إذا عم تستنى فرصة معينة اتركها، كون شخص قدري، اتركها إلى رب العالمين وابني أحلام أخرى في أماكن أخرى. You never know شو بصير. لا تطرق باب واحد وتضلك تطرق بهذا الباب، لنفرض أنه هذا الباب غير مقدر له أن يفتح في وجهك، طب في أبواب تانية وراها أيضا فرص ثمينة وراها كنوز، فأنت اطرق جميع الأبواب جميع الفرص، لا تنتظر بشيء واحد اعتقادا منك بأنه يا عمي إذا ما صار هذا الإشي ولا إشي آخر بالدنيا له قيمة. صدقوني مرات منلاقي شخص بنحس إنه هذا الشخص مكملنا، هذا لا يعني بأنه إحنا كيانات غير كاملة، ولكن مش هو إنه مكمل ضحكتي، هو مكمل حياتي، هو مكمل تفاصيلي. بصير أقول بيني وبين حالي لا بلكي ألاقي أحسن منه، دائما اللي منيح فيه أحسن منه، دائما هناك الأفضل أكيد، بس هل الأحسن منه رح يكون سبب سعادتك أو سر سعادتك؟ ممكن آه ممكن لا. عمري رح يسعفني؟ أكيد لا. عمري رح يرجع لي؟ أكيد لا. فتذكروا نظرية بأن الإناء المراقب لا يغلي أبداً، خلوه يغلي على نار هادية وارجعوا له وحطوا إناء آخر على النار وشوفوا شو بصير. في ست بعتت لي قالت أنا غلطتي كانت إني تجوزت واحد بناء على وضعه المادي فقط، وبعدين اكتشفت بأنه المال ممكن تعطيك راحة مؤقتة ولكن لن تعطيك السعادة أبدا، هذا القرار هي ندمانة عليه بشكل كبير. هل أنا في عبارة مؤمنة فيها جدا أو غير مؤمنة فيها أبدا، سوري العكس تماما، ما بعيب الزلمة إلا جيبته، هذه العبارة هي في قمة التفاهة وإحنا مؤمنين فيها للأسف، ما بعيب الزلمة إلا جيبته، اللي بعيب الزلمة إلا تربيته إلا دينه إلا عقله وإلا رجولته. المال لن يصنع منك رجلا. رسالة إلى كل ست عم تسمعنا، ما في واحدة فينا ما بتحب تكون مرتاحة ماديا، ولما تتجوزي واحد معه مصاري نوعا ما هو بيعطيك ضمانات مادية. في الزمن والوقت اللي احنا عايشين فيه فعليا المعه قرش بسوى قرش، ولكن هذا لا يعني بأنه المال يكون على حساب ثوابت. يجب أن تكون موجودة في الشخص، وإلا حكمتي على نفسك بالموت البطيء. الست اللي بتتجوز زلمة بس لأنه معه مصاري رح تعيش بكابوس ما رح تصحى منه إلا وهي فاقدة لصورتها أمام مرآتها، وما بني على باطل فهو باطل. هلأ إذا الباكج تبعته كاملة، إذا أنت تأكدتي بأن هذا الرجل صاحب دين، صاحب أخلاق عالية، رجل يتمتع بمقومات الرجولة ومعه مصاري، بتكون أمك دعيت لك. أما بس معه مصاري هنا تكمن الكارثة. ألو. ألو مرحبا. صباح الخير. صباح الورد. كيفك شو أخبارك نادية؟ أنا منيحة أنت كيفك؟ الحمد لله بخير الله يسعدك. الله يخليك. تعرفي إني أنا بتفائل لما أجي أحضر برنامجك. يا عمري أنت. ألا أنت. وجهك بشوف. يا حبيبة عمري. يا حبيبة عمري. أنت كلك على بعضك. أنت قمر. اللؤة الموضوع استفزك اليوم تشاركي فيه؟ البرنامج حلو والموضوع كمان لسه أحلى. بس أنا حاب أحكي لك إنه أختصر الموضوع كامل. أنا أحكي لك إنه لازم الواحد ما يكون طيب القلب زيادة عن اللزوم. نعم لأنه طيبة القلب هاي بتدمر، بتعمل مشاكل، بتعمل أشياء كثيرة.
والله شوفي ممكن بتكوني اللي عم تحكيه صح، بس للأسف أنا يعني أنا ضد فكرة إنه لأنه إحنا طيبين، لأنه فلان طيب أنا أتخلى عن طيبتي، لأنه هذا الزمن زمن الوحوش ويحكم قانون الغاب. لا حافظي على طيبتك. أنا المرة الجاية ما بديش أكون طيبة قلب زيادة على اللزوم. حافظي على طيبتك. ترجعي ولا كأنك حكيتي هذا الإشي. مظبوط. يعني نية صايفية والقلب الطيب بغلبك. صدقيني والله صح، القلب الطيب غلاب. فأنتي كوني طيبة واتركيهم في شأنهم زي ما بيقولوا، يعني لا تعطي الناس أكثر مما يستحقون، هاي أكيدة، سواء قلبك طيب ولا مش طيب، يعني هاي أكيدة. ولكن لا نخلي الـ 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 الأشخاص اللي هم عندهم وحشية في التعامل أو اللي قلبهم راكنينه على جنب وضميرهم مستتر يأثروا على طيبتنا ويسلبوها منا. لا، أنا مصرة بأنه الطيبة لن تعيب أي شخص في أي زمن من الأزمان. حافظوا على طيبتكم، بس اعرفوا وين تعطوها ولمين تقدموها. بدي أوجه رسالة إلى الآباء والأمهات اللي عم بسمعونا. أنا كنت يا جماعة موجودة بأبوظبي بورشة صديق، ورشة إعلام صديق للطفولة، أكيد بدعوة من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية وأكيد أخصائيي الصحة النفسية والصحة العقلية للأطفال. صراحة استفدت على المستوى الشخصي من هذه الورشة، فأنا رحت، كان عندي محاضرة، ولكن أنا رحت حتى أستفيد، رحت حتى أسمع، يعني كنت مستمعة ومراقبة أكثر ما أني كنت حابة أن أدلو بدلوي، على الرغم من أنه والحمد لله يعني كانت محاضرة موفقة، ويعني حسب ردود أفعال الحضور قدروا أنهم يستفيدوا من يعني المحتوى اللي قدمته. في شغلة استوقفتني بشكل كبير، بما أنه اليوم عم نحكي عن فكرة لا تغلط غلطتي، لا تغلط غلطة الأب والأم اللي عنفوا أبنائهم بطريقة لفظية أو بطريقة جسدية. واحدة من النقاط اللي ركزوا عليها في هذا المؤتمر فكرة إنه إحنا للأسف مرات بنكون إحنا جلادين أبنائنا، بنكون إحنا اللي ظلمناهم قبل ما الدنيا تظلمهم. أحمد حلمي الفنان اللي يعني كلنا بنحبه وبالنسبة لنا هو خليط من الفن ومن الفكاهة ومن الرسائل الجادة، تعامل مع الأطفال وعمل برامج كتير للأطفال، فسألوه عن تربيته لأولاده إنه هل أنت تطبق ما تقدمه على الهواء مع أولادك؟ حكى عن موقف صار بينه وبين بنته ليلي الكبيرة، قال بأنه مرة صار في بيني وبين هيك مشادة كلامية، فأنا عليت صوتي عليها، هي المرة الوحيدة اللي في حياتي، تخيلوا، قال عليت صوتي عليها، فبيقول هي وقفت قدامي جامدة هيك جمدت، قالت له كلمة واحدة، قالت له بابا أنت بتخوفني، وكان صوتها يرتجف. قال حضنتها عبطتها بكل ما لدي من قوة، لأنه أنا ما بدي إياها تخاف، لأنه إذا أولادنا صوتهم ارتجف أمامنا وهذا الشيء لم يعني لنا شيئا، سيبقى صوتهم مرتجف على مر السنين. إذا أنت بتخوف أولادك وما بتعلمهم فن المعارضة، وما بتعلمهم يقولوا لك لا، وما بتعلمهم بأن يكون لهم كيان مستقل، وما بتعلمهم أن يكون لهم أحلامهم الخاصة، وما بتحترم أجسادهم وما بتحترم شخصياتهم، صدقني أنت تصدر للعالم نسخ مشوهة من أطفال سيعيشون على الهامش. البنت قالت له بابا أنت بتخوفني لأنه علا صوته عليها. فما بالك بكل أب وأم هلأ عم بسمعوني بيعتدوا على أطفالهم، بيعتدوا على وجوههم، بضرب ابنه كف بخليه يهتز من الداخل ومن الخارج، بيطلع ابنه على هاي الحياة وهو عامل هيك، دائما قاعد في وضعية الدفاع عن النفس، ما بالحق يحقق إشي وبس طالع الدنيا حتى يدافع عن حاله. فهي رسالة ضمنية لكل أب وأم عم بسمعنا، اوعك بحياتك تخلي ابنك يخاف، اوعك بحياتك تغذي عنده ضعفه، لان الخوف يقتات على ضعفهم. فاذا تعلمت اشي بهذه الورشه، تعلمت انه اسلح ابني بالثقه بالنفس. اوعك تغلط غلطه اي اب وام بهشم من ابنه وبيدمره وبيشوه احلامه، وبعدين يتساءل أنا شو مسوي لأني خلفت
هالولد ال 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 اللي ما في منه فايدة، انت السبب. صح 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 ص